وتستشعر أنت بالنعمة عندما يصل أي واحد فيكم يصل إلى نقطة معينة تجده حزين عندما يرى شباب الإسلام وهم في انحطاط. ولو جيت سألت هذا الإنسان الحزين، ولا أعتقد أن علماء الأمة يتنعمون بالراحة. فانظروا إلى سماحة الشيخ والشيخ حمود وغيرهم من العلماء الذين يعني أحيانا عندما يذكرون الأمة يبكون. وسماحة الشيخ مقاطع كثيرة عندما يذكر الأمة يبكي. هو وصل إلى شيء احنا ما وصلنا إليه، ووصل إلى يعني إلى درجة كبيرة. يتساءل لماذا الأمة هكذا، لماذا الأمة في هذا البعد عن دينها واتبعت اليهود واتبعت النصارى. الآن لما تجي حال واحد تقول له الأمة قد اتبعت اليهود والنصارى، يقول لك لا، كيف تقول عن الأمة كذا، هذه أمة مسلمة. اذهبوا وانظروا على الشواطئ، وانظروا في التجمعات على الشوارع، وانظروا في الجبال، تجد العقب العجاب، وتجد إنسان مسلم يلبس ملابس قصيرة قد أخرج عورته، وإنسان مسلم يلبس قميص فيه صورة يهودي أو نصراني ويصلي به، وفيه أيضا الصليب، شعار هذه الأندية أغلبها الصليب موجود فيها. وتجد إنسان يحلق حلاقة غريبة، ليش تسوي كذا، ليش تحلق كذا، قال لك موضة ستايل ما يسميه عند الشباب الآن. تجد أيضا يعني قد ظهرت على شبابنا أحوال عجيبة، والحقيقة يعني يمكن الكثير من الناس تحفظ يذكر هذه الأشياء، لأنه حتى المستقيمين حتى الشباب الطيبين انطلت عليهم الخدعة. يعني حتى الشباب الذين يعيشون حياة طيبة قد فعلوا هذه الأفاعيل، مثل الإسبال ومثل الآن يعني الحلاقة ومثل يعني تقصيفة الكمة. زين، هذا مدخل جديد، هذا اقول لك اذا اهتم الشباب بالكمة فانتظر نصر الأمة. يعني الآن عجايب في تقصيفة الكمة، وما لي سامحوني يعني زين يعني من فعلها. فأنا أرجو لكل إنسان أن يرجع إلى نفسه ويسألها أين وجد هذه التقصيفة، هل هذه من خوار المروءة أم لا. ماشي مشكلة، ممكن يسويها واحد يعني ما كان يعرف، صح، لكن إذا عرفت أنها ليست من أهل الإسلام، وليست من دواعي الإسلام، وليست من مكرمات الإسلام، وليست كما يدل على يعني سيدنا عمر وجد شخص يمشي مشية عجيبة فذهب إليه وزجره وضربه بالدرة بالعصا، قال له قتلت الإسلام قاتلك الله. إلى هذه الدرجة يعني الإسلام محتاج إليكم أيها الشباب، محتاج إلى أن يعني طبعا الإسلام من الجهة العليا هو غير محتاج إلى الإنسان، لأن له ربا يحميه، والله سبحانه وتعالى يتكفل بهذا الدين وسيحفظ هذا الدين، شاء من شاء وأبى من أبى. ولكن أقول علينا أن ننتبه، علينا أن نخرج من دوامة الغفلة. وقد ذهبت إلى مدرسة من المدارس، وعندما نظرت إلى الشباب وسألتهم بعض الأسئلة تعجبت. شباب لا يمت إلى الإسلام بصلة، ولا يعرف الصلاة، ولا يعرف الفاتحة، منهم لا يستطيع أن يكمل الفاتحة، هو صف ثاني إعدادي ثالث إعدادي، تقول اقرأ الفاتحة يهيس لك وينقر لك فيها. فإذا الأمة واقعة في غفلة، وغفلة شديدة جدا. وما دمنا دخلنا في هذا المجال فإنني أواصل فيه. أنتم أيها الآباء،
مسؤولون مسؤولية كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى عن أبنائكم وعن إخوانكم وعن جيرانكم. أي واحد يرضى في جاره ستخرب إيش دياره، تخرب دياره هذا الإنسان. أي واحد يرضى في جاره ينتظر ينتظر المصيبة في نفسه وفي أهله. إذا قال هذا جاري وما علي من جاري وما علي، وإذا سلمت ناقتي ما علي من رفاقتي، كان قل له على الدنيا السلام. لأن لابد أن تهتم بنفسك أولا، ثم بزوجتك، ثم بأبنائك، ثم بجيرانك، ثم بمن يليهم. وأنت كأب تنظر إلى ابنك، انظر إليه، كيف عايش ابنك؟ إيش يلبس ابنك؟ كيف حياة ابنك؟ أين يخرج؟ أين يذهب؟ مع من؟ كم يجلس في الدكان؟ كم يجلس في البيت؟ كم يجلس مع المصحف؟ كم 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 أسئلة أسألها إلى نفسك. ما تقول أنا خلاص أنا أصلي وأنا بخير. يعني شيء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كفى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.